أنا حكيت عن موضوع المصاري والرواتب، أنا ما بعرف إذا الموضوع بيخصك أو يعني من مهام، ولكن رح أطرحه. موضوع الرواتب أو المبالغ اللي بيتقاضاها العازفين والفرق، صحيح إنه هي لحد الآن ما بتكفيهم مواصلات، يعني مواصلات البروفات أكبر من المبلغ اللي ممكن يتقاضاه؟ ببعض الأحيان أي ممكن ببعض الأحيان، ولكن لا تحسب بهذه الطريقة. يعني نحن اليوم شايف شلون دائما نحن بناخذ جزء من الموضوع ونحكي فيه. طيب نحن اليوم بحالة عامة، إن كان إحنا موظفين بالدولة نتقاضى رواتب وأجور ضمن سلم الرواتب والأجور الموجود متعامل فيه في الدولة. اليوم في عنا إضافة لذلك بروتوكول معين لدار الأوبرا لتقاضي الأجور، بس اليوم ما بنحط أجور اليوم منسلخة عن الواقع المعيشي اللي احنا عايشينه، أكيد نكون كمان يتوافق مع الدخل الموظف، لأنه أنت اليوم ما فيك تحطي للموسيقي مبلغ كتير كبير وهو موظف راتبه مثلا يعني هذا الراتب. فنحن اليوم في توازن بهذا الموضوع، ولكن نحن تغاضينا عنه بشو؟ بأنه اليوم الموسيقي بيقدم أكثر من حفل بالشهر، وبالتالي اليوم بدنا نحسب للموسيقي ما يتقاضاه في ككتلة مالية في الشهر. طب أنا موظف اليوم بشتغل 30 يوم لأتقاضى هذا الراتب، تمام؟ فأنا بدي أحسب هذا الكتلة أنه أنا بمجمل هذا الشهر قاضيت كذا. اليوم من الغلط من المقارنة لما بيجي موسيقي بيقول أنا الحفلة ما بتكفيني مواصلات، لأنك أنت عم تعمل 4-5 حفلات بالسنة بالشهر عفوا، فكتلة المالية اللي بتوصلها بنهاية الشهر هي هون الموضوع اللي نحن هذا الفرق، وهذا أحد الحلول اللي نحن أوجدناها لنقدر نتابع العمل ولنقدر نحن نزلل العقبات اللي نحن عم تحكيها. يعني هذا أحد حلول، هي ليست حلول نموذجية ضمن ولا عصا سحرية أبدا، ولكن ضمن المتاح.